تخيل العالم من دون روسيا والصين. قد يرتدي الرجال فساتين وتظهر كائنات غريبة صنعتها الحضارة الغربية، وربما نصبح كلنا مجرد سلع وآلات. وفي هذا الفيديو سنحدثك عن الجانب الإيجابي لوجود الصين وروسيا. في حين خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطالب الغرب بترك أطفالهم يعيشون بسلام بعيداً عن المثلية الجنسية التي يروج الغرب لها، خرج باب الفاتيكان يبارك المثليين وزواجهم. ليس فقط بوتين وروسيا من حملوا لواء التصدي للترويج للمثلية، فالصين نزلت بثقلها بالأمر، فالأمر لديهم قضية أخلاقية يجب التصدي لها. فالصين بجمهورها الكبير فرضت شروطها على كبرى شركات هوليوود لإزاحة المشاهد التي تحرض على المثلية في أفلامها، ورضخت لها كثير من الشركات خوفاً من خسارة الجمهور الصيني الكبير الذي يدر المليارات. وليست المثلية وحدها من تقف موسكو وبكين حائطاً في وجهها، فعديد القضايا التي تسعى الحضارة الغربية لترويجها حالت الدولتان الشرقيتان دون انتشارها. فالحرية في الشرق إن وجدت فهي محفوفة بحدود لا يمكن تجاوزها، بعكس الحرية في الغرب التي وصلت حد وجود جنس ثالث غير الذكر والأنثى. وبعيداً عن المسائل الأخلاقية، فوجود كل من الصين وروسيا مسألة غاية في الأهمية سياسياً، فهما رفقة أمريكا جعلت العالم غير أحادي القطب، فهما في منافسة محمومة مع واشنطن على زعامة الكوكب، ويتقاسمان النفوذ معها. وفي هذا منفعة لدول عديدة في العالم وجدت متنفساً بعيداً عن الهيمنة الأمريكية المطلقة. وأقرب الأمثلة على ذلك سعي الرياض الأخير لتخفيف الاعتماد على واشنطن، فوجدت ملاذاً لها في عواصم الشرق بكين وموسكو. كذلك حالت كل من روسيا والصين دون رضوخ دول عدة لابتزاز الغرب ونهبه وسرقته لثرواتهم وأموالهم. وكمثال حاضر أيضاً، دول إفريقية مؤخراً لجأت لموسكو وبكين لتخفيف سطوة الغرب عليهم، ولبى كل من الروس والصينيين الطلب. فالمحصلة عالم متعدد الأقطاب خير من عالم تحكمه ويتحكم به قطب واحد لا تعنيه سوى مصالحه. وهذا لا يعني أن الروس وجيرانهما الصينيين لا تعنيهم مصالحهم، بل قد يكونون أكثر تمسك بها، لكن على الأقل هم يوفرون خياراً آخر غير واشنطن لمن يريد الانعتاق من سلال الأمريكيين. وكما القضايا الأخلاقية والسياسية، وفر وجود بكين وموسكو خياراً اقتصادياً بديلاً عن الارتماء في حضن الاقتصاد الغربي وشركاته. فمثلاً باتت منظمة أوبك أكثر قوة حين انضمت إليها روسيا، وحين أصبحت تدعى أوبك بلاس. كذلك وفر طرح خيار التعامل بالعملة الصينية اليوان ورقة ضغط وقوة على انفراد الدولار بالتحكم بأسواق العالم. والأهم من ذلك كله، منذ صعود الصين خلقت منتجاتها تنافساً استفاد منه العالم والدول الفقيرة والنامية التي كانت تعتمد كلياً على منتجات الأسواق الغربية، ووفرت بديلاً متاحاً وجيداً. كما أن الطاقة الروسية ونفطها كسر هيمنة الشركات النفطية الكبرى على أسواق الطاقة. وبعيداً عن ذلك كله، تتجلى أهمية المنافسة بين الصين وروسيا من جهة وأمريكا وأوروبا من جهة أخرى في إضعاف جميع الأطراف، وهذا يعطي فرصة لقوى أخرى كي تصعد للواجهة. فبالمحصلة النفوذ الذي ستتحصل عليه موسكو مثلاً هو من حصة الأوروبيين وواشنطن، وكذلك بكين أيضاً. إذن الأمر كله خير، لكن لمن؟ بالتأكيد هناك دول عدة في العالم إما وقع عليها ظلم الأمريكيين والغرب، وإما ترغب بالمنافسة والصعود، وكان من الاستحالة بمكان أن تجد سبيلاً لذلك لولا أن عبدت لها المنافسة الروسية والصينية الطريق. فالهند على سبيل المثال استفادت من ذلك. كذلك دول في أمريكا اللاتينية كالبرازيل، وحتى دولة كجنوب إفريقيا، وحتى دول الخليج تسعى للاستفادة قدر الإمكان من ذلك.
لذا من الطبيعي والمعقول أن تجد في صراع الشرق والغرب كثيرين يدعمون الروس والصينيين في مواجهتهم المفتوحة مع الأمريكيين والأوروبيين، ولكن هذا لا يعني أن الصورة كلها مبهجة، فبكين وموسكو ليس ملائكة وليس منقذان لكوكب الأرض، وربما لو انفرد كلاهما أو أحدهما في حكم العالم لكانت أكثر استبداداً من واشنطن. لذا فما هو خير؟ هو صراعهما والتنافس بينهما وليس حسم الصراع. وكي لا تظهر روسيا والصين بمظهر المحب للخير، لا ينسى أحد أن هذه الدول في سجلها عديد الجرائم الأخلاقية قبل السياسية والحربية، ففي الصين أقلية تعاني، وكذلك في روسيا التي خاضت 5 حروب دامية في أقل من 20 عام، وهما أيضاً أي بكين وموسكو من أبرز رعاة الدكتاتوريين في العالم، وهما من ألد أعداء الحريات والديمقراطية، ولا يوفران بديلاً عن واشنطن. فكما سبق وذكرنا، ربما يكونان أكثر استبداداً وتوحشاً منها، لذا الأفضل هو بقاء المنافسة بينهم والعمل على تطوير قدرات أي دولة أخرى ترغب في المنافسة. فكما تسللت الصين خلال الصراع الأمريكي السوفيتي وباتت قوة لا يستهان بها، كذلك فعلت الهند التي استغلت الصراع الأمريكي الصيني، وكذلك عادت روسيا البوتينية للواجهة مستغلة انشغال واشنطن ببكين. ولهذا الأمر فردت وكالة ستاب الإخبارية وثائقيا شاملا سبق نشره يوضح كيف عادت موسكو للواجهة من خلف الصراع الأمريكي الصيني. لذا على الراغبين في الصعود فعل ذات الشيء، فالفرصة الآن سانحة، سيما أن الغرب غارق حتى أذنيه في صراع الآن مع روسيا في حربها الأخيرة في أوكرانيا، حرب قد تكون سببت معاناة لكثيرين، لكنها كما كل شيء في هذا العالم حملت فوائد لآخرين. فالدول الأوروبية مثلاً بدأت تتحسس رؤوسها، سيما بعد فقدان شريان الطاقة والغاز الروسي. كذلك بدأت هذه الدول بتحصين نفسها عسكرياً، وعانت اضطراب ما بعد الصدمة. كذلك الأمريكيون وجدوا أنفسهم في مواجهة مفتوحة مع الروس على مناطق نفوذ في أوروبا. كانت واشنطن قد اعتقدت أنها استقرت لملكيتها عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، وفي المقابل تنفست الصين قليلاً بفعل انشغال الغرب بالروس، ودول أخرى كالهند أطلت برأسها قليلاً. أما عن بعض الدول العربية فهي التي كانت تخوض غمار صراع مع واشنطن، انفتحت أمامها عدة خيارات وحلقت صوب الشرق، وساومت واشنطن من موقع قوة لأول مرة. وصحيح أن أهل أوكرانيا دفعوا ويدفعون الثمن الأكبر لهذه الحرب، إلا أن شعوباً أخرى في العالم وجدت فائدة لها. كل هذا ما كان ليتحقق لولا وجود من يقدر على منازعة واشنطن، وهي التي استبدت وحكمت وتحكمت بالعالم وأسواقه وثقافته طوال 3 عقود. أخيراً وجدت واشنطن من يقول لها كفى، فنحن هنا، أي موسكو وبكين وربما غيرهما، والفطن في هذا هو القادر على اغتنام الفرص. فالدعوة مفتوحة، ومصائب قوم عند قوم فوائد.